العجمي للعقارات ما يخفاش عنكم انفتح بشهر 7 الاخير. الحمد لله، بحمد الله رب العالمين. احنا تقريبا كمان شوي راح يصلنا سنه بالمكتب هذا. مكتب العقارات انفتح من طموحات اللي هي اولا مبدئيه، على اساس انه احنا كمان نتقدم برزقنا ونتقدم بالطموحات اللي احنا بنحس حالنا موجودين طاقاتنا فيها. وتاني اشي من باب اللي احنا حبينا فيه كمان نلاقي اجوبة وحلول لاهلنا بالبلد الحبيب، ان كان عن طريق سكوت تعاونكم بنفسيا، ان كان عن طريق صفقات متشابهة بهذا النوع، على اساس انه احنا نحاول نعزز الصمود ببلدنا الحبيب لاهلنا، خصوصا بحي العجمي. انفتح على اساس ياتي الخدمات اللي بتناسب اهلنا من شراء بيوت او بيع بيوتهم او تاجير. المكتب بيعطي خدمات اولا بمبدا الضمان، على اساس نجيب لزبائننا الحل اللي يناسبهم او البيت اللي يناسبهم. احنا بالمكتب كمان بحمد الله مرقنا عده دورات بالسنه الاخيره، منها دوره المشكنتا يا عوتس مشكنتا. اليوم احنا بنعطي بالمكتب كمان استشارات للمشكنتا، كل مسؤولين المشكنتا بنقدر ننصح الزباين بالضبط ايش ياخذوا وباي اي كرد ياخذوا من البنك وكيف يتعاملوا مع كل قصه المشكنتا قدام البنك. بحمد الله كمان اليوم احنا بنعرف انه بيافا موضوع الطامه والبنوي بنوي في كتير كلام عليه، واحنا بحمد الله كمان رايحين نتخصص زي ما لازم بهذا الموضوع، وبلشنا بحمد الله نتواصل كمان مع شركات اللي هي فيها ثقة وأمان، على أساس نحاول نقدم مشاريع بالأحياء اللي احنا شايفين انه لا بد انه احنا نقدم أهلنا فيها. الناس في ناس اللي بتدور مثلا على دور واللي معاها رصيد معين او مبلغ معين، وانا بنادي هذول الناس كلهم اللي عنده شوية مخاوف ما تسويش ولا شيء. في عندك هنا الرقم تبع المكتب، اتصل على المكتب، احنا مستعدين نعطيكم الاستشاره مجانا، ننصحكم اي مسلول تاخذوا، ننصحكم نفهم منكم ايش المبلغ اللي معاكم، وننصحكم كيف تتقدموا بكل ما يخص المشكنتة او الكرد اللي بدكم تاخذوه من البنك. احنا باذن الله دائما راح نتواصل مع الزبون لعين ما تتسكر العسكه، وراح دائما نقدمه وراح نكون على جنبه على اساس ياخذ الاستشاره وياخذ الضمان ويعرف انه احنا معاه لعند ما تتسكر العسكاء وينختم العقد اللي بينه وبين اللي قباله. وباذن الله ساعتها احنا كل واحد ننطلق بطريقه. ما احنا بنيجي نبحث على بيت او على اي ممتلك لاي زبون بتوجه لنا، اول اشي بده الواحد يفحص ايش بناسب الزبون او العائله وقديش من اكم من فردي مكونه، اي بيت فعلا بناسبها، ان كان بتعلق باي حي، ان كان بمساحة البيت، ان كان بكتير اشياء معطيات اللي هي ممكن تجعل البيت هذا يناسب هاي العائلة او ما يناسبهاش. عندنا المحامية اللي احنا بنشتغل معهم، محامية اللي هم موثوق فيهم، وطبعا احنا كمان نسمح كمان للزبون نفسه كمان يقرر مين هو محامية. ومرات في كتير زباين في عندها محامية اللي كانت معاها قبل وحابة تكمل معاها الطريق. فالمصاري مش كل اشي دايما، المصاري احنا بنعرف نعطي اجوبة لكل عائلة بتتوجه لنا حسب الميزانية اللي معاها، وحسب هيك بتقدر احنا بنقدر نلاقي البيت المناسب او الصفقة اللي بتناسبهم. شكرا جزيلا، بارك الله فيكم.